السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمد باشمهندسين؟ معانا النهاردة رسمة جميلة وبسيطة، طالب مننا إحنا ننقلها وهنرسمها بمجات المماس. رسمة بسيطة جدا، اللي هو مصنع حبال بكتيب. إحنا اتفقنا أي رسمة مماسات نبدأ فيها نعمل إيه؟ نرسم المحاور، اللي هو المحور ده والمحور ده والمحور ده وده. ده أساس البيت، ده العمود، إن أنت لو بتيجي تعمل عمود البيت تعرف ترفع عليه البيت. ده أساس بقى الرسمة، لما أنت تعملهم بتوصل لمراكز الدوائر وتعمل الدوائر بتاعتك وتنجز. فاحنا اول محور هنعمله المحور ده كده، جوه راس في النص ده، في نص المكان اللي هترسم فيه وتعمل المحور بتاعك عادي جدا اهو. ماشي، بعد كده هنعمل المحور اللي فوق ده كده، هنا مثلا المحور اللي ده. بعد كده في محور تاني بيقولك على بعد 72، في محور ده كده، يبقى على بعد 72 هعمل محور. هنزل تحت 72 واعمل محور، وبعد كده عندك محورين او محور كده ومحور كده. المسافة ما بينهم 82، يعني ما بينهم من 82، لأن همشي 41 يمين 41 شمال. أقوم جاي ماشي 41 يمين 41 شمال، وأقوم جاي عامل محور تاني موازي ليهم. هنا أنا كنت جميلة بس عايز أجيب السنتر بس وخلاص، جوه بتاع الدايرتين اللي أنا هعملهم هنا بس وخلاص. جميل، بعد كده هنبتدي نعمل الدوائر بتاعتنا الداخلية أو الصغيرة. أول دايرة صغيرة عندك هنا بيقول لك دايرة 28 القطر بتاعها. هشوف هنا أنا معايا دايرة، معايا هنا 28 أهو. هعمل دايرة 28 عادي خالص أهو. بعد عملت الدايرة 28 جه قال لك هنا في دوائر هنا، الدايرة دي كام؟ 18. هجيب بتاع نصف قطر 18، وأقوم جاي أعمل إيه الدايرة اللي هي تحت دي، راديوس 18 هنا أهو، أعمل الدايرة اللي هنا دي. بعد كده جي قال لك هنا في دايرة هيتعمل عليها المحاور، الدايرة اللي هيتعمل عليها المحاور دي قال لك كام؟ جه قال لك إن الدايرة اللي هيتعمل عليها المحاور شد أجسام هنا أهو، بيقول لك إن كلها 48، يعني أنا هفتح 24، هنبتدي نعمل الدوائر الصغيرة دي. عندك ست دوائر، ست دوائر يعني ادي واحدة هنا، وقال لك قطرهم قال لك الدايرة قطرها 8، يبقى انا هعمل اول واحدة هنا يمين 8، والتانية هنا اهي 8. بعد كده هتيجي تبص تلاقي عندك هنا دايرتين، طب اجيب مكانهم ازاي؟ احنا لو اتفقنا ان المسافة ديت 180، تمام، كلها كده لما اجيب في 180، المسافة دي قد المسافة دي قد المسافة دي. طيب لو انا قلت ان دي 60 ودي 60 ودي 60، يبقى كده كلها 180. يعني انا مفترض مني ان انا ارسم محور هنا على زاويه 60 او زاويه 30 من الراس من هنا، يعني الزاويه دي 30 ودي 60. طيب اقوم انا جاي المثلث بتاع ال 30 60، تعمل ايه؟ وتروح جاي عايز تعمل انت زاويه 30 مع الخط ده، تقوم انت جاي ايه؟ مثلث 30 60 بتاعك مثبته كده، خان خط اهو، وطبعا من السنتر كده بزاويه 30، وهنا عامل بزاويه 30، واقوم جاي اقلب الجهه الثانيه برضو. واقوم جاي ماشي كده وعامل ايه زاويه 30. انا عايز بس اجيب النقطه اللي انا معاها الدوائر، اروح جاي عامل الدوائر بتاعت الصغيره عادي خالص، دايره قطرها 8، اظبطها كده، اظبطها هنا تمام، اظبط هنا، اظبط هنا كده. احنا خلصنا ايه الدوائر بتاعتنا الصغيره.
بعد ما خلصنا الدايره الصغيره اللي هنا دي، عايزين بقى نعمل الدايره الكبيره اللي بره دي. الدايره الكبيره اللي بره دي جاي قالك قطرها، قالك الراديوس بتاعها كام. هو مش كاتب، بس هو جه هنا عامل لك نقطه شادة خط كده وبيقول لك فاي 70، لانه عامل خط اصلا نص قطر، بس هو ما دام عامل له فاي يبقى فاي، يبقى الدايره كلها 70. يبقى انا افتح 35. وعامل الدايرة بتاعتي. تعال بس نقفلها من جوه، وبعد كده بنعمل المماس ده كده. تعال بس نقفلها من جوه. عندك هنا في دايرة تانية اهيت، عندك دي قطرها كام؟ دي عندك 18. دايرة اللي بره دي عندك 18. طلعت الدايرة اللي احنا عاملينها دي هي ال 18 الكبيرة. اما الصغيرة اللي جوه دي كام؟ الصغيرة اللي جوه دي انا قطرها كله 18، يبقى انا هفتح 9. هفتح 9 واعمل دايرة داخلية جوه صغيرة. انا كنت مفكر نفسي انا عامل اصلا الدايرة الصغيرة دي هي اللي انا عاملها دي، بس يلا اعمل الدايرة الصغيرة اهي. بعد كده هاجي هنا اختكز واعمل الدايرة الصغيرة. جميل. عايزين بقى احنا دلوقتي نعمل الشغل اللي هو معمول هنا ده. هو جه من تحت هنا، جه عند المحور ده كده، عند المحور ده كده، ونزل بخط كده، تمام. بس هو عامل ايه؟ عمليه مماس معايا. يعني هو جه هنا كده، نزل بخط هنا كده، ونزل هنا بخط هنا كده، تمام. بس هو جه عامل لك عمليه مماس هنا، كيرف هنا كده، مش نازل بخط كويس. فاحنا نعمل الكيرف عادي دلوقتي، بس تعال الاول نقفل من تحت الاول. جه هنا عندك ايه؟ جه موصلك، اللهم صل على النبي. تعالى نعمل الكيرف ده الاول. الكيرف ده جه قايل لك هنا 10، الريدس بتاعه 10 الكيرف ده. فانا همشي بخط موازي ده كده 10 بره كده، يعني انا هقوم جاي قايس 10 كده، عامل نقطه ونازل بخط موازي كده ليه، تمام. بعد كده هتروح جاي، ما دام ده مقاس داخلي مقاس مع دايره، هتقوم جايب نصف قطر الدايره اللي بره دي اللي هي كام؟ اللي هي كانت 18، تجمعها مع ال 10 تديك كام؟ 28. تديني 28. هقوم جاي رايح فاتح 28. هجي اركز هنا كده واعمل خط كده. كده انت جبت نقطة التقاطع ان انت ترتكز عندها وتعمل المماس بتاعك بقى عادي. لما فوق كنت تعمل ايه؟ تمسك السنتر، من السنتر ده تعمل خط البدايه، بدايه المماس، المماس هيبتدي من هنا، تمام؟ كده. نفس الكلام هنعمله الجهه الثانيه، انت هتقوم جاي جاب ماشي بعد خط 10، بعد 10 كده، 10 اهوت جوه الريديوس كده. بعد كده تروح جاي فاتح ال 28 بتوعك، خدهم من هنا على طول نقسهم كده نلاقيهم 28. اروح جاي ركز هنا عامل 28، جاي هنا قافل. عايز اجيب نقطة البداية تجيبها عادي كده اهو، بس هيبتدي من هنا وتقفل عادي لحين ما ينتقي تقرا ماشي. جاي نازل بالكيرف بتاعك كده. طيب جميل. جه قال لك ان من اول المحور لحد تحت هنا 30، لحد نهايه الخط اللي نازل هنا كده. يعني انا المفروض اقسم المحور اللي فوق ده اهو 30 كده اهو، 30 هنا كده، واقوم جاي اقسم المحور اللي فوق هنا كده 30 اهو، واروح جاي موصلهم ايه لبعض كده. تمام. طيب اقوم جاي انا مسح الزيارات دي كده، ماشي. اوكي رسمتي تاني بس على السريع. كده احنا عملنا الشكل اللي تحت ده،
كيرف ووصلناه من بعد وقفلناه. تعالى بقى من فوق نمشي بالخط ده كده. كل ما هو عامله هنا ايه عشان يعمل الخط ده والخط ده، جه حد ما الدايره بتاعته خبطت في السنتر هنا كده، خبطت في السنتر هنا كده، وقام جاي ايه مطومها طوابي، قام جاي تاخد خط ستريت كده تمام، ومسح الزيادات اللي جوه دي. وبعد ما جه خد خط ستريت من هنا، جه من النص قال لك في خط تاني نزل بيه من هنا كده راسي، بس على بعد كام؟ 48، يعني 48 14 يمين 14 شمال، او من جاي قايس 14 يمين وقايس 14 شمال اهو، ونازل ايه خط كده ايه خفيف عشان احنا ما عملت ما اسمع. وجه قال لك بعد ما عملها اهو كده ماشي، جه قال لك انا مش هسيبها كده ايه ناشفه كده، لا انا كان هعملها ايه كيرف من هنا وكيرف من هنا وكيرف من هنا. الكيرفات ديت احنا هنعملها في ثواني. قال لك هنا راديوس 8، يعني قال لك راديوس 8 مع خط وخط، وما انا جاي عامل ايه قايس 8 يمين 8 فوق، قام جاي عامل ايه كيرف 8 فوق 8 هنا، وراح جاي ايه ماسك البرجر بتاعك جاي فاتحه 8 برضو، جاي ايه عامل نقطة هنا كده، نقطة هنا كده، هتقطع معاك في نقطة، أو تعمل ايه تقوم جاي رايح موصل بخط خط قائم كده هنا كده، خط قائم كده من هنا. عندك طريقتين اهو عشان يدوك النقطة بس كده، اللي هي الزاوية دي تفتكس فيها بالبرجر بتاعك كده كده، وتعمل الكيرف بتاعك تركز هنا كده كده بتاعك، تبدأ تمسح الزيادات الداخلية دي تمام. هنا برضو هنعمل ايه نفس الحوار، عايز يعمل مماس، عايز يعمل الكيرف ده كده. طب هو جاي انك فوق 10، فوق 10 يبقى فوق 10 انا هم جاي ايه بعد 10 كده، وبعد 10 من هنا، ونازل بخط كده خفيف، خط خفيف، وعامل ايه ما دام ده مقاس داخلي مع دايره. طب بالنسبه للدايره بقى اقوم جاي عامل ايه، جايب ال10 دي جامعها مع مقاس الدايره الكبير. الدايره الكبير كان قطرها كام؟ كان نص قطرها 35، يعني 35 زائد ال10 يدوك 45. 45 افتح البرجر بتوع 45، برجر اهو فتحته 45 كده، خط هنا خط هنا، واروح جاي جاب نقطة البداية برضه عشان تبقى بروفيشنال كده، تركز هنا وتركز هنا، تركز عند النقطة دي ونقطة، تجيب نقطة بداية المماس هيجف كده، وهنا نفس الكلام تجيب نقطة بداية المماس هيجف كده، وتروح جاي ايه عامله، تقعد تقفل كده، تحط تركز هنا خلاص، تمسح بقى الحتة من جوه الصغيرة دي وتوصلهم ببعض مش قصة. طيب كده احنا خلصنا كل من جوه، كل الناس نعمل مماس الخط اللي بره ده، خط اللي هيبتدي من هنا وينتهي مع هنا. طيب جميل، الخطوات عشان نعمل عايزين نعمل مماس بين خطين نعمل ايه؟ انت مثلا خلينا نوصل خط خفيف كده من نقطة مركز الدائرة اللي هتبتدي عندها مماس، ونقطة مركز الدائرة اللي هينتهي عندها مماس. نفس الكلام من الجهة التانية، عايزين نعمل مس من هنا، نعمل من الاتنين مع بعض، واحدة هنا واحدة هنا على طول كده. احنا عايزين نجيب نقطة المنتصف بين الدايرتين، يعني اللي هي هنا كده تقريبا. طب اجيبها بدقة ازاي؟ يا تقيس بالمسطرة وتقيس النص، يا تقوم جاي فاتح البرجر بتاعك، تفتح البرجر بتاعك فتحة أكبر من النص، يعني بالتقدير كده فتحة أكبر من النص، وأعمل قوس كبير كده خفيف، وأجي من هنا أعمل قوس خفيف كده، نفس الكلام الجهة التانية قوس خفيف كده، نفس الكلام قوس خفيف كده، وتروح جاي موصلهم ببعض كده. بس مش شرط توصلهم، انت عايز بس نقطة المنتصف دي، تيجي هنا كده المفروض توصل النقطة، بس مش شرط توصلهم، انت عايز بس نقطة المنتصف ده، ان انت هترتكز عليها وتعمل لي دايرة تانية تلمس بين مركز الدايرة اللي هيبتدي عندها المماس اللي هي دي،
والدايره اللي هنتها عندها مقاس دايره كده تجمس ما بينهم الاثنين اهو. تمام، نفس الكلام من هنا اهو. تمام، بعد ما عملت الدايرتين هتعمل ايه؟ هتجيب، شفت الدايره اللي هنتها عندها مقاس دي، هتجيب نصف قطرها، مش هنمسح اثنين من هنا، هتجيب نصف قطر الدايره دي جوه كام، نصف قطرها 18 18 وبعدين تجيب نصف قطر الدايره الكبيره دي جوه قال لك كام، 70، يعني قطرها 70 يبقى 35 ناقص 35 تمام، 25 و5 تديك تاو تاو تلاتة، نتأكد برضه عشان ما نقعدش نضيع وقت، تديك 17 17 17، قوم جاي فاتح دايرة 17 عادي خالص. واروح جاي عامل دايرة كده هنا، شفت الدايرة اللي انا عملتها اهي، هلاقيها تقاطعت مع الدايرة، الدايرة اللي انا عملتها اهي تقاطعت مع الدايرة الكبيرة في النقطة دي، ونفس الكلام الجاية التانية تقاطعت مع النقطة الدايرة اللي انا عملتها الكبيرة في النقطة دي. طب شفتوا النقطة دي؟ هعمل ايه؟ هاجي من المركز بتاع الدايرة اكن هوصلهم ببعض، خليني ظابطة كده، اقوم جاي تابع بخط هنا كده، الخط ده هيكون بداية المماس اللي هيطلع كده، نفس الكلام من الجهة التانية برضه، خط كده اكن هوصلهم ببعض، انا عايز بداية المماس اللي هيطلع من هنا، كده انا عرفت المماس بتاعي هيبتدي فين، طب انا عايز اشوف هينتهي فين هنا، هيخبط فين هنا، امشي بخط، عايز اعمل خط موازي زي ده كده، افضل ماشي بكده، طب اقوم جاي اعمل خط موازي دي كده. افضل ماشي لحد ما اخبط ايه، اوصل للسنتر هنا، اقوم جاي عامل خط موازي هنا كده، نفس الكلام في الجهه الثانيه هنا كده، افضل ماشي 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 كده، اقوم جاي عامل خط كده، واروح جاي ايه موصلهم ايه ببعض، وهنا اقوم جاي ايه موصلهم ايه ببعض. بعد ما اوصلهم ببعض كده كده انا خلصت رسمتي وعملت عمليه التماسك وكل حاجه تمام، تقدر تحط ابعادك وتسلم رسمتك. ويا ريت اي حد لسه اول مره يتفرج على القناه يتفرج على كام اول كام فيديو الاساسيات اللي انا نشرتهم، هينفعوك جدا جدا في الرسم الهندسي ويخليك تحب الرسم الهندسي. واي حد عنده رسم عايز نرسمها له يبعتها لي على الانستا، بس يعمل فورم عشان اقدر اشوف ايه المسج بتاعه. ويا ريت تدعمني بكومنت لغايه ما انت استفدت.